مرحبا وسهلا بكم. هذه هي العكه، هذه نخدمها الجلد نتاع الماعز، كما ننقوه نهدوه يخمر وننقوه نسلوه ونديروا له العرعار والملح، ومن بعد نخمروا شويه بعد كما، ومن بعد نديروا له الرب، نعمر فيها الرب، نديروا هاك الرب ليها من فوق ومن تحت، يقعد واحد السيمانه 15 يوم وحنا دايرينها في ديك التانه في الفايطه كما هاك، وتملاح اللون تاعها يتبدل اللون تاع الجلد. كي يتبدل لون الجلد هيا نخدمها، نصفها نعاودوا لها المرحله الاولى، المرحله الاولى بالرب، ونعاودوا لها نحوا لها، ونعاودوا لها المرحله الزوجه. في المرحله الزوجه نعاودوا نشوفوا لها عاد مش مليح نحوا، المرحله الثالثه نديروا لها مع الدهان مع الرب ونعمروا فيها، يقعد واحد 15 يوم نحوا ونحوا، والمره الرابعه المرحله الرابعه ندخلوا لها الرب مع الدهان ونصفوها ونخلوها. هذه ولايه البيض، انا واه من ولايه البيض. ولايه البيض معروف بالعكر، معروفه بالشكوى، معروفه بالشرشمها تاع الانين، معروفه كاع بمطلع الرب، الدهان العربي الاصلي، لا اكله تقليديه ماشي خاصه يعني الشباب الحالي مساكين مازال ان شاء الله ما نهدوها، ان شاء الله نحافظوا على هذا المنتوج تاعنا، ان شاء الله يبقى الاجيال الجايه، ان شاء الله ان شاء الله ما يروحش، ان شاء الله ما دامنا متحمسين على هذا الطبق ان شاء الله ما يروحش، ان شاء الله ما يروحش.